كان بعدكم شيء اتصال وكان عندكم في اختلاف وحطيت في ساس بسم الله تعالى هذا اخونا في الله نزل كل نفس ذائقه الموت هذه يحوى الدنيا هذه يحوى الدنيا الله اكبر الله اكبر السلام عليكم فول انا يسال اللهم ثبته اللهم ثبته فول انا يسال اخونا فول انا يسال اللهم ثبته اللهم ثبته عند الملكين العظيمين الملكين العظيمين ممكن ولك وهو اخونا الان يسال اللهم ثبته اللهم ثبته عند الميزان عند الصراط نور ضريحه لا يطره يحبسها يحبس وحدتها يحبس غربتها يا كلمة الجنة يا رحم الرحيم وفي كفالتك وبحبل جوارك وفي كفالتك وبحبل جوارك يا رحم الرحيم يا رب العالمين اللهم اهد الاسلام اللهم اهد الاسلام
ما وصل مطلعين في خطبه الكل يسير لنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.